من المعوقات أيضا التسرع في الأحكام على الناس والتبديع والتفسيق والتكفير. الآن بعض طلاب العلم الصغار يخوضون في أمور لا يحسنونها، وربما بدع بعضهم بعضا، بعض السفهاء عندكم يبدعون ويحذرون حتى من طلاب العلم. قبل أيام أحد السفهاء عندكم يحذر من دروس الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، وهذا سفيه لا يسمع له، لا يسمع له. الذين يلغون في أعراض العلماء لا تسمع لهم ولا تسمع كلامهم، هؤلاء دجالون سفهاء مغفلون لا يعرفون الحق من الباطل، حتى إنهم لا لو سألت بعضهم عن أركان الإسلام لا يعرفها، ولو سألت بعضهم عن أركان الصلاة لا يعرفها، لو سألت بعضهم كيف يتوضأ ربما إنه لا يحسن الوضوء، ومع هذا يتجرأ يبدع فلانا ويفسق فلانا ويكفر فلانا ويحذر من درس فلان ويقال فلان فيه وفيه وفلان فيه وفيه. وصل الأمر حتى إلى العلماء الأجلاء وإلى طلاب العلم الأفاضل. فعلينا أن نبتعد عن هذه العادة الخطيرة جدا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه